دكتور، يعني انا برضو عايز اعرف راي حضرتك في جزئيه. حضرتك التقيت مع الرئيس السيسي، واكيد التقيت مع اعضاء كثيرين في الحكومه المصريه. ازاي الاجواء اختلفت عن زمان؟ يعني فكره النهارده بنشوف في بيتم الاستعانه بعلمائنا ورموزنا، وحضرتك قعدت مع رئيس الجمهوريه الدكتور هاني عازر مستشار رئيس للانفاق والكثير من العلماء، وحتى بينظم مؤتمرات زي مصر تستطيع اللي بتنظمها وزاره الهجره والمصريين في الخارج عشان تجيب عقولنا اللي في الخارج، تستعيد هذه العقول وتستفيد من خبراتهم. ادي الصوره امام حضرتك. شايف حضرتك ازاي الان الاستفاده من خبرائنا وعلمائنا في الخارج في النهضه والمشروعات اللي بتحصل في مصر دلوقتي؟ احنا لو رفعنا من مستوانا هنا ورفعنا من مستوى العلم والمعرفه والكل والزراعه وكل شيء في مصر، كل اولادنا اللي في كل حته في العالم هم اللي عايزين يجوا. احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزين نرجعهم عندنا، تبقى جاذبه تاني لاولادها اللي بره. احنا لو رفعنا من مستوانا هنا وعملنا كل حاجه كويسه، هو اللي عايز يجي، مش احنا اللي نقول له تعالى. لا، هو اللي عايز. احنا عايزين نرفع من مستوانا بحيث ان هم اللي يبقوا عايزين يجي ويشاركوا في الحكايه دي عشان يبقوا مبسوطين انهم بيعملوا في الحكايه دي. طيب ازاي اجذب؟ انا هتكلم على يعني نقطة مستهدفة اخرى وهي المستثمر. ازاي يا فندم كمان اقدر اجذبه من خلال المشروعات اللي احنا بنتكلم فيها مع حضرتك دي واللي بناخد فيها خطوات واسعة جدا علشان يحس انه الاجواء مريحة للتواجد في مصر، للربح، للاستثمار، للنجاح، للانتصار في مشروعاته؟ احنا بنحاول مثلا من خلال قوانين، من خلال مشروعات الطرق على سبيل المثال. احنا بقالنا مدة طويلة جدا من ايام الثورة المصرية، من ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان فيه فكر ان البلد دي هتبقى بلد اشتراكي والحكومة هي اللي هتمسك كل حاجة والقطاع الخاص هيتقفل واحنا كذا كذا. فاحنا لازم نغير من فكرنا ونغير من الواقع ما يكفي بحيث الناس دي تشوفنا ويقول ان انت لو جيت هنا استثمرت ال 100,000 دولار بتوعك هنا في مصر هيبقى هتاخد منها نسبه 10% كل سنه وهتبقى كويس كالف. هو ما يعملهاش الا لما يشوف ان ده بيحصل، وما يعملهاش ابدا الا اذا كان ضامن ان ليه كذا والقوانين بتسمح ان هو يقدر يعمل كذا وكذا. فاحنا لسه قدامنا سكه، يعني ما نقدرش نقول لك مننا بنعمل شوارع كويسه ونقول ده السبب. لازم نصلح القوانين ونفتح المجال للناس دي كلها، ونعمل حسابنا ان الفساد الحكومي والفساد بتاع الرشوه والكلام ده يتوقف كليا وتماما. والقوانين بتاع الحكومه لازم تبقى على العلن وعلى الماء ومعروفه ومفيش فيها هزار. فقدامنا سكه، لازم احنا لازم نعمل حاجات عشان نرفع من مستوانا عشان الناس هي تبقى تجيب. الفساد طبعا نقطة مهمة جدا، القضاء عليه. طيب الميكنة للمؤسسات، للمصالح الحكومية، ايه رأي حضرتك فيها، في عملية القضاء على المشاكل اللي من اهمها الفساد والمواجهة ما بين الجمهور وما بين الموظفين اللي برضو الحقيقة بتفضي لقصص كتيرة؟ يعني احنا لو قلنا ان احنا صلحنا الكلام ده يبقى بنضحك على نفسنا. الفساد لسه زي الرز وقدامنا على جميع المستويات، وفي خيبه في كل الحكومات وفي كل الحتت بتاعت الحكومه والدوله والكذا والمؤسسات الثانيه حتى اللي جنبها. ففي خيبه من سنين، 50 سنه لخبطه. فده لازم نقول ان احنا ايوه عارفين عندنا مشكله، وايوه عارفين ان احنا لازم نصلحها، وايوه عارفين لازم نعمل فيها ويمشي فيها خطوه خطوه ونعمل كذا. والحمد لله ان رئيس الدوله نفسه فاهم الكلام ده وعارف ان احنا لازم كذا، وهو بيحاول من بايده، بس لسه الحكومه بحالها لازم تحاول معاه، لان الوزراء والوكلاء الوزراء يكون شغل كله متكامل في اطار الشفافيه ومكافحه الفساد والتحول للرقمنه. يعني ولازم زي ما ايهام بتقول ان احنا لازم نعملها ازاي ونقول للناس ازاي. ما هو لازم الناس اللي حوالينا دول واللي في الحكومه مزبوط وفي كذا يبقوا عارفين ان احنا عايزين لازم نعمل دي عشان دي. طيب دكتور فاروق، النهارده مصر بتطلق القمر الصناعي او اطلقت القمر الصناعي طيبه سات واحد،
مهمته طبعا يعزز التكنولوجيا ومساله طبعا المعلومات والاستشعار عن بعد والاتصالات. في الجزئيه دي اي حد عالم مصري بقدر وقامه وقيمه دكتور فاروق الباز اكيد بيتمنى ان هو يساعد في حاجه، يقول والله انا وكل عارف طبعا العالم كله يشهد بدايه يعني ممكن اساعد في الجزئيه دي. يا ترى دكتور فاروق الان بيعرض على بلده وعلى القياده السياسيه ايه اللي ممكن يقدمه في التوجه الجديد اللي البلد بتقوم بيه؟ امال ايه؟ كنت على الدوام ده. انا من الرئيس السيسي من قبل ما يبقى رئيس دوله، هو اللي كان نفسه كلمني وقعدنا معاه عشان نتكلم. الرئيس اللي كلم حضرتك؟ امال ايه؟ من قبل ما يبقى رئيس، هو لسه هينزل نفسه انتخابات، وكلمني عشان اروح ازور واقعد معاه. وهو فاتح كده مواضيع كذا وكذا وكذا وكذا، انا قلت له طيب خلاص ان انا اجيب لك ناس يتكلموا في الجيولوجيا وناس يتكلموا في كذا وناس يتكلموا في ممر التنميه، لانه قال للناس انا حطيت ممر التنميه في البرنامج الانتخابي بتاعي لسه من قبل ما يبقى رئيس. فهو عارف وعامل كذا، فاحنا في صله وتواصل دائم ما بيننا وما بينه، واللي بنقدر نعمله بنعمله مع الهيئات ومع الوزارات. ايه اللي بتعملوه دلوقتي؟ عايزين نعرف الناس، نطلع كده المعلومات. حاجات كتيره جدا، نقول شويه. نمره واحد لازم نرفع من مستوى الابحاث والعلوم والتكنولوجيا في مصر، البحث، ولازم نرفع من كميه الميزانيه اللي بتصرف على البحث العلمي. تمام. لان احنا كاتبينها، احنا قعدنا نزق لحد ما الدستور قلنا لازم نصرف لا يقل عن 2% من الميزانيه للبحث العلمي. صحيح. وليه احنا قلنا 2% دي؟ لان ده عالميا هي دي اللي لقيناها، المتوسط العالمي يعني. المتوسط العالمي ان الناس كل الدول المحترمه بيس. بتصرف 2.5 وكذا، امريكا بتصرف 3، اسرائيل بتصرف 4 وشويه. يعني المهم انما 2 يعني الخط الادنى صح للنجاح. طب في مجال المشروعات بقى، يعني في مجال المشروعات، في مجال التحول في بعض الامور، ايه وجه الاستفاده؟ بنشوف مشروعات مثلا في مدن جديده، بنشوف مشروعات خاصه مثلا باستكشافات بتروليه او استكشافات الغاز، واظن ده وثيق الصلب للاستشعار عن بعد ومجال الجيولوجيا اللي حضرتك اصلا متخصص فيه. امال ايه؟ طبعا. ايه التعاون اللي بيتم في المجال ده؟ التعاون ده نمره واحد، كل الناس اللي بيجوا بياخدوا معايا دكتوراه كلهم مصريين وبيجوا وبيشتغلوا في الاماكن دي كلها. يعني مستشار رئيس الوزراء يعني تلميذي فلان الفلاني تلميذي وده فلان الفلاني كذا، الراجل اللي ماسك الحته بتاعت القنا والمثلث الذهبي وكذا تلميذي كذا، فدول كلهم عارفين الشغل ازاي وعارفين ابحاث. حضرتك مطمن يعني؟ مطمن. لهم تلامذتك. ما هي تلامذتي وماسكين مواقع، وكل واحد منهم عارف له حته، ولا الراجل اللي بيعمل مخطط لسينا وهنزرعها امتى وهنزرعها ازاي وبايه تلميذي، ويعني الحاجات اللي عارفين ان حضرتك مطمن واخد الدكتوراه ماشيين على المسار الصح، واخد دكتوراه عندي رائد الفضاء شايفها ماشي. هو شيء مبشر بصراحه يعني. هو على ذكر الجيولوجيا في كلام حضرتك، اللي بيبحث في السيره الذاتيه لدكتور فاروق الباز العالم المصري الكبير هيلاقي حاجات كتيره جدا جدا، والسيره مزدحمه جدا بالانجازات، ومنها طبعا البحث في تربه القمر، وبتدرس رواد الفضاء اللي بيروحوا لحد هناك ده، وحضرتك قاعد يعني في مكانك بتقول لهم يعملوا ايه وياخدوا ايه من التربه عشان يجيبوها لسه هنحللها في الارض. قصه كبيره جدا، والمجال مليان بامور كده تبدو انها معقده.